كتيبة على الحطاب من مخيم الجلزون، الأصل عنابة، أنا من مدرسة ذكور الجلزون. طب إيش بتعلم في المدرسة عن حق العودة؟ لو نقاوم نضل نقاوم عبين ما تتحرر فلسطين. شو بتفكر عن الحرب بين إسرائيل وحماس؟ إنه جهاد، نصرنا واستشهاد. مين راح يربح هذه الحرب؟ حماس إن شاء الله، الله معنا احنا دايما، طول ما الله معنا فيش حد بيهزمنا. طب إيش أنت حابب تكون لما تكبر؟ أنا مجاهد مقاوم. طب بتكره اليهود؟ ولا اكيد ليش؟ يا رب يموتوا كلهم ونرجع اراضينا، احنا بدنا فلسطين إلنا لحالنا، وان شاء الله لقدام تتحرر ونرجع بلادنا، وان هذول الكلاب لليهود نخبط عروسهم ان شاء الله. يعني انا حابب اجاهد وقاتل في سبيل الله واستشهد. هل الهجوم اللي على اسرائيل اللي صار في 7 اكتوبر مرتبط بحق العودة؟ أكيد. لأن حماس والمقاومة هيك هم بلشوا الحرب على إنه في أي وقت إن شاء الله إنه نتحرر هيك. أنت مستعدة تقاتلي عشانه؟ أكيد. هاي مش بلدهم. تكره اليهود؟ أكيد طبعًا. مين هم الأبطال؟ طبعًا أول إشي مقاومة حماس. ثاني إشي الشهداء. شو رأيك بنصر الله وحزب الله؟ طب انت شو حابب تكون بس تكبر؟ مقاوم زي عمي. والحرب اللي صارت بعديها هذا الاشي مرتبط بحق العودة؟ لانه بقاوم عشان وطننا وهجموا عشان برضو ناخد وطننا. برأيك مين راح يربح الحرب؟ ان شاء الله حماس، لانه الله واقف معهم. بدنا نقاوم وبدنا نقاوم حتى نرجع، انه اقاوم اطلع عند ربنا اصير شهيده. طب هل تكره اليهود؟ ليش؟ كثير. القدس لنا والارض لنا والله بقوته معنا. انه الهجوم اللي كان 7 اكتوبر مرتبط لانه رجع لنا اراضينا في 7 من اكتوبر، وبعدين في 7 اكتوبر واخذوهم الاحتلال. انه لازم كانوا يعلمونا في المدرسه عن حق العودة، انه لازم نعود، وحتى لو اعطونا مصاري لإسرائيل، حتى لو اعطونا مصاري لازم نعود. هي وطننا القدس وعاصمتنا الابدية، ولازم نقاوم عشانها. بكرههم انا بالنسبة لي، لانهم حقراء وبنجسوا دولتنا. ان شاء الله نصر الله قريب، راح يطلع الاسرائيليين من بلادنا. إن شاء الله أطلع شهيد أو مقاوم. والله بدهم يقسموا القدس بين اليهود والفلسطينيين. لا مش راح يرضى، إحنا مش راح نرضى ولا يمكن راح نرضى. هذا القدس إلنا، يعني إلنا، مش راح نتخلى عنها. فداها للأقصى، بنعطي روحها عشان ما تروحش لليهود. يقول لك اطلع من ضل لازم تطلع. لا، لازم ندافع ونقاوم عشان تتحرر فلسطين، ترجع أراضينا بإذن الله تعالى. لا، ولا يمكن، ولا يمكن أن هذه الأقصى لفلسطين محل القدس أن نقتل اليهود، تخلص من اليهود. مش يعني مسكت السكين هيك وراح كنت تخك يعني شهيد. لا، الشهيد يعني اللي بقتل 4 5 أو 1، يعني بتفرقش. بس أكبر إن شاء الله مقاوم. قمر الشهيد أمير الوحيد حضن الرضا. لا، عمره ما رح يكون سلام بيننا وبين إسرائيل، الدولة الصهيونية وليس الإسرائيلية، الدولة الصهيونية. نعم، أنا بحب أكون شهيد عشان أكون رمز لمما بعدي ليقدمون أرواحهم لأرض فلسطين. الحل القدس إن ما يكربوا عليها اليهود أبدا، ويطلعوا من فلسطين كلها، وما يضل فيه ولا صهيوني في فلسطين. شو بيحكوا لك مثلا في المدرسة عن إسرائيل؟ بيحكوا لنا عن إسرائيل إنها دولة ظالمة وفاسدة. بتعلم عن مدرسة عن حق العودة، إن في أكتر من حق للعودة، يعني لازم إحنا نرجع لديارنا ونعيش في ديارنا بكل سلام وأريحية. شو رأيك في الإشي اللي صار يوم 7 أكتوبر؟ شي برفع الراس، يعني وقتيتها اليهود تلبكوا مش عارفين شو بدهم يساووا وقتيتها.
يعني تسوي وهدم وهدم وحركوا إسرائيل. هل هذا الإشي مرتبط بحق العودة؟ مظبوط مرتبط آه، يعني بكاتلو عشان نرجع أرضنا واليهود يطلع من أرضنا، يعني لازم نقاوم عشان نرجع لأرضنا، إذا ما كوناش ولا عمرنا بنرجع ليها. آه يعني في السلام مش ظابط والمفاوضات مش ظابط، لازم تصير حرب عشان نرجع.